بليجندز اليوم مشاهدينا تحية لمطربة لبنانية إلى مكان كبير بقلوبنا كلنا، السيدة صباح اللي أعطت للفن أكثر من 60 سنة من حياتها، حياتها اللي هي عبرة لجمهورها اللي أخذ منها الفرح المحبة والأمل بالحياة. بعشرة تشرين الثاني عام 1927 وببلدة بديدون ولدت مطربة الفرح جنات فغالي، أو مثل ما نحن منحبها صباح، اللي بإرادتها وبحبها للحياة تعالت على كل الأحزان الصعوبات والخيبات اللي مخبيها الزمن. حب الفن رافق جنات من طفولتها، ومن شعر عمها شحرور الوادي حبت القصيدة والأغنية اللبنانية، أغنية حملتها الشحرورة من وادي بالأرز للدنيا كلها. حادث مأساوي بالضيعة أدى بحياة أختها جولييت وفرض على العائلة أنه ينتقلوا من بديدون لبيروت، وبهالمدينة صار التحول الكبير بحياتها، والبداية كانت بالمدرسة مع أول دور لها بمسرحية الأميرة هند. حضر المسرحية قيصر يونس صهر المنتجة اللبنانية الكبيرة آسيا داغر، أعجب بموهبتها وأنا عبية بضرورة السفر لعاصمة السينما العربية عام 1943. كيف تحول اسم جنات لصباح؟ آسيا داغر نشرت صورة لجنات بمجلة الصباح المصرية وطلبت من القراء أنه يختاروا اسم فني لهالوجه السينمائي الجديد، فتم الإجماع على اسم صباح، وهيك رافق الاسم الصوت اللي نور ليالي كتير من الفن الجميل على مدى سنين طويلة. بالبداية صوت الشحرورة ما أنا على الملحنين لأنه بعد ما اكتمل، ولكن المخرج أنري بركات كان مآمن بموهبتها وبخفة دمها وقدمها للسينما، وعام 1945 ظهرت صباح بأول فيلم لها بعنوان القلب له واحد، وغنت من ألحان رياض الصنباطي وزكريا أحمد. خلينا هلأ نرجع نتذكرها بأول أغنية. حرورة الصف وحتغني ويهب البارود، شفتو بالقناطي حكيتو بالقناطي، قال لي بكره راجي او بعده قلبه ناطر. يا ناس الدنيا دولاب طالع نازل عذربو، بتطلع كتروا الاحباب وبالنزل كلن هربوا. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تغيرت ميول الناس وأفكارها، وحتى الصبوحة تغيرت، وهي كمان تحولت أو أصبحت أنضج بالشكل وبالصوت، ومن الأغاني الخفيفة تحولت لمطربة بتستعرض طاقاتها الصوتية الكبيرة، ونقلت الأغنية اللبنانية لمصر بموسيقى رياض الصنباطي، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، كمال الطويل وبليغ حمدي. وما فينا ننسى جمال وحضور وأناقة الصبوحة اللي أصبحت فتاة أحلام كل الشباب وارتفعت أسهمها بمصر وبلبنان. عبر سنين شاركت بأكثر من 85 فيلم سينمائي مع كبار الممثلين والفنانين، وحملت من خلال هالأفلام الأغنية اللبنانية لكل بيت، وصار الجمهور العربي طالب بالميجانة والعتابة وبيقوف بيقطع الأنفاس من فنانة ولا نهار تعبت من إنها تكون مصدر للفرح وللفن العظيم. خلينا هلا نشوفها بيطلتها على الشاشه الكبيره. ملحق ملحق طبعة جديده اخر نسخه شروط الحب، يلي نويت تحب قولي لي قبل ما رجلك تيجي وتطب. انا اول ما ابتديت غني واعمل افلام ومدري شو كلهم صاروا يقولوا يي ما بتسوى وصوتها مش كتير نافي، اقول طبعا كنت بعدني مشدوبه نتفه مش مثل هذا. بعدين مش الحال لما عملت اول فيلم وهيك حبوني الناس الحمد لله مش الحال. اشكرك، سكوتك ده انقذ حياتي وحياتك. فعرضك خد اللي انت عايزه بس سيبني. اخد اللي انا عايزه؟ لا 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 انا مش بتاع حاجات زي دي. ليه حضرتك مش حرامي؟ حرامي؟
لا 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 ابدا انا مش حرامي. امال ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا اسمتي. امشي من قدام احسن اكسر دماغك. بتشتمني الله يسامحك، بتطردني كتر خيرك، عايز تضربني وماله، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. يا صبر ايوب، انت حد مسلطك عليا؟ ايوه. مين؟ قلبي. وقعته سودة، انا هقدم فيه بلاغ للنيابه. ويهون عليك قلبي يا ابو قلب حديد. بلالي انا آخر فيلم قدمته بمصر كان ليلي بكي فيها القمر عام 1980 مع النجم الكبير حسين فهمي، وبال86 قدمت أيام اللولو بلبنان مع كريم أبو شقرة، وعام 2006 كانت ضيفة شرف بفيلم البوسطة. إلى جانب صعوبة الاستمرارية وصعوبة اختيار الأعمال الناجحة، أساوت الحياة ما رحمت صباح، من علاقتها ببيا لمقتل والدتها، مراحل حزينة أثرت على نفسيتها وعلى خياراتها الشخصية. بعمر 18 سنة تزوجت من نجيب الشماس، ومنه أنجبت ابنها البكر صباح، ولاحقاً تزوجت من عازف الكمان أنور منسي، ورزقت منه ببنتها هويدا اللي سمتها على اسم الأغنية اللبنانية الأحب على قلبها يا هويدا لك. وبالمهرجانات وقفت الأسطورة على أدراج هياكل بعلبك، وقدمت بالستينات موسم العز ودوليب الهوى للأخوين الرحابني، وقدمت مع روميو لحود مسرحيات الشليل والقلعة. ومن مسرحياتها خلينا نشوف هاللمحة. فإذا ما في غيرك اشتري لك دولاب. أنا من صغيري ومشاكلنا كتير، عنا ألف هم وهم وعم تحفظنا الحيرة. لا يا بدر خليت بوعودك، ما كان لازم تكذب علي. تزوجت السيدة صباح أكثر من مرة، ترتبطت على مدى سنوات الشهرة بالمذيع المصري أحمد فراج، النجم رشدي أباظة، النائب جو حمود، الممثل والمخرج وسيم تبارة، وفادي لبنان. كانت صباح نجمة المهرجانات، ومع العظيم وديع الصافي كان لقاء الصوتين يهد القلعة ويعمرها بإمكانيات غنائية مداها الحب والإبداع. على مسرح الأولمبيا كانت أول فنانة لبنانية بتسحر الجمهور الفرنسي لما ترجم الموال والأوف للفرنسية، وهالمشهد تكرر بكارنيجي هول بنيويورك اللي نادراً بيتخصص للغناء، دار الأوبرا بسيدني، قصر الفنون ببلجيكا، ألبرت هول بلندن، بالإضافة للاس فيغاس وأبرز مسارح العالم. ما نسيت صباح القضايا الإنسانية والوطن طوال هالسنين، فقدمت حفلات خيرية كتيرة بلبنان والعالم، وكان بيتها دايماً مفتوح لكل شخص بيقصدها، وكانت حريصة على دعم كل موهبة جديدة، وكانت تفتح لأبواب الشهرة والنجومية. خلينا نشوفها سوا عم بتغني باللهجة المصرية. لا أملو علي قلبي دقة دقة، أمضي علي عمري خصام وفرقة. شكوى 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 ومظلمة، أسامحك لا ده بون أصلحك، لا 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 أقولك برضو حاب، لا أقولك برضو حاب، برضو حاب يا ربما. أمرت الحلوة بقت ما بقت طعمة، ولا تحرقني لا خفت روح لما.
بمسيرة فنية تعد الأطول، ست الكل قدمت 27 مسرحية وعمل تمثيلي إذاعي وتلفزيوني، وقدمت حوالي 5000 أغنية بكل اللهجات العربية، اللبنانية، المصرية، التونسية، المغربية، السودانية، السعودية، الكويتية، وغنت باللغات الفرنسية، الإنجليزية والإيطالية. جولت شمس الشموس بالعالم كله وشاركت بأضخم الحفلات والمناسبات، أدت كل الألوان الغنائية بنفس واسع وبصوت ما بيخون. عائلتها وجمهورها كانوا وبقيوا الأولوية بحياتها، وبين لبنان ومصر صنعت الشحرورة مجدها، وطوال حياتها موال الفرح دايماً بيغلب النغم الحزين، وبيطلتها سحر مننطو من مناسبة لأخرى حتى ترجع تزرع الفرح بقلوبنا كلنا. لألك ست صباح منقدم كل الحب، أنت اللي بكل أماني قدمتي للبنان وللبنانيين سنين طويلة من الفن الجميل، اشتقنا لك كتير. منشوف سوا الصبوحة بأجمل طليتها. شو رش وملبس يا عيني شو زي نور برمت دولاب وخار رجع وقف على الباب برمت دولاب وخار رجع وقف على الباب تق تق يا ربي شو دادا حفظ عون صبوا فوقك النار مش بالك خضرة تعلق مش فينك صامت بوش بواريد الدنيا كلها صبوا فوقك النار الأسطورة الصبوحة ليجند اليوم. وقفة قصيرة مشاهدينا ونرجع لحلقتنا من ألايف.